المهم يا مرمزي، خلينا في المهم يا اختي، هنعمل مشروع ايه؟ شغاله اجيبها من هنا واجيبها من هنا، برضو مش راضيه تيجي. مش عارفه يا اختي والله نعمل مشروع ايه. مشروع ايه رايك نعمل مشروع ايس كريمات زي الايس كريم الحلو ده؟ هنكسب دهب. باباي همها على كرشها دايما. لا ما ينفعش، مش فهمنا يوليه في الايس كريمات. خلاص خلاص. طب نعمل مشروع نعمل مشروع فول مدمس في البيت. والله العظيم هيكسبنا كده، واحنا رمضان قرب برضو والسحور داخل. فول مدمس يا اختي، اشق هدومي يا اختي، اعمل ايه اعمل ايه؟ في حد يعمل مشروع فول مدمس برضك؟ لا. طب ايه يعني ندخل مشروع ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير يا اختي، عامله ايه؟ صباح النور. ازيك يا تت ام رمزي؟ ازيك يا ماما؟ ايه يا اختي عايزه ايه؟ ايه بس الاخبار الجميله دي؟ انا قلت اطلع اقولك ان انا عايزه موبايل جديد. مش انتي وعدتيني ان انتي هتجيبي لي موبايل جديد؟ ايه يا رحمتك، موبايل جديد ليه؟ فاكراني واقعه على بنك؟ امال يا ماما ال 70,000 جنيه اللي انت كسبتيها دي ايه؟ انت واقفه يا بنت تتصنطي علينا؟ بس انا عارفه يا ماما انك هتجيبي لي الموبايل لحسن بابا يعرف وياخد الفلوس كلها. كنت عارفه ان هما هيقفشوكي. شوف البت، بنت اللذينه بتستقرضيني. ماشي ماشي يا توتة. وبعدين يعني ده حته موبايل، يعني ده انتي معاكي 70,000 جنيه. ما فيهاش حاجه يعني لما تديني كده حته موبايل، يعني من الفلوس حته. خلاص روحي خلاص، هنبقى نشوف الموضوع. يعني اشيل من 70,000 5,000 بحالها؟ كتير قوي يا ام رمزي. يا دي النيله كان لازم يعني تسمعنا. يا اختي هات لها الموبايل اللي هي عايزاه وخلاص، مش بدل ما الحاج يعرف ويلهفهم كلهم منك. صباح الخير يا ماما، انتي وطنط ام رمزي. انتي كمان، ايه اللي مصحيكي؟ عايزه ايه؟ شوف دي كمان. انا كنت طالعه بس بفكرك باللابتوب اللي انا عايزاه، عشان انتي وعدتيني انك هتجيبي لي واحد جديد، صح يا مامتي؟ انت يا بنت فاكراني ايه؟ ما انت عارفه البير وغطاه، وعارفه ان انا مش معايا فلوس. طب طب ايه ده اللي انت عايزاه؟ يا سلام بقى، احنا هنضحك على بعض ولا ايه؟ امال ال 70,000 جنيه اللي انت كسبتيها دي ايه؟ 70,000 جنيه؟ يا دي النيله يا دي النيله يا ام رمزي، دول عرفوا كل حاجه. الفلوس هتضيع كده كده، الفلوس هتضيع مني. قدامك يا ماما اختيارين، يا اما بقى تجيبي لي اللابتوب اللي انا نفسي فيه، يا اما بقى اروح اشوف بابا اقول له كلمه كده في ودنه. طب واللاب ده بكام؟
ب15000 جنيه بس. ايه ب15000 جنيه؟ يا نهارك اسود يا نهارك اسود، اعمل ايه يا ام رمزي؟ يعني هي جت عليها اديلها وخلاص، مش بدل ما الحاج يعرف، لو عرف هيلهفهم كلهم منك. طب غوري غوري دلوقتي من وشي، ربنا يخليكي ليا يا مامتي. يا دي النيلة يا دي النيلة، الفلوس هتضيع مني. الحق انت ايه اللي جابك؟ قصدي ايه يعني اللي رجعك بدري؟ انت مش قلت ان انت تتأخر المرة دي؟ انا بقول استأذن انا، السلام عليكم. بس كان اولى برضو يا حاجة تقولي لجوزك حبيبك على 70000 جنيه. اهو بقى يشاء القدر ان انا اجي هنا اهو بدري. يلا بقى قولي لي هتستلمي الفلوس امتى عشان انا استلمها لك، وبعون الله انا اللي هشغلها لك. ايه